كمان مش هنعرف ندافع عنه. ده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ ده احنا من يوم اللي حصل محدش جالنا ولا زارنا. مش عارفه بقى يا ماما، ربنا يستر. مساء الخير. مساء النور، اتفضل. مساء الخير يا طنط. اهلا وسهلا. ليا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ شكرا. ازي حضرتك؟ يعني عجبت سعادتك تميم باشا؟ ايه اللي عجبتني يا راجل؟ ده انا نفسي كنت ابتديت اصدقك. عارف يا حماد، وانا بتفرج عليك قلت خساره الراجل ده فرقه الاغلبيه، الراجل ده لازم ينضم للمعارضه. لا يا باشا، معارضه ايه بس؟ ده انا من ساعه ما قلت الف به سياسه وانا اغلبيه خلاص الناس عرفتني بكده. وهي دي مشكله؟ تنشق. هنشق؟ اه، يبقى اسمك النائب المنشق عن الاغلبيه. اسم حلو صح؟ لا يا بيه، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، حكاية المنشق دي بقى لما تشوف لها حد تاني. أنت حر، أنا عايز مصلحتك. يا راجل ده أنت عملت شغل النهاردة مع وزير الداخلية، ولا أجعصها معارض أباً عن جد. ما هو كله بفضل دعمك ليا طول الوقت. بس أنت عارف بقى، يعني أصل كلمة الحق دي ما تفرقش كتير من أغلبية أو معارض. حماد، سيبك من كلمة الحق والكلام ده، مسخة، ده متيل. اوعى تكون فاكر ان انا نايم على وداني. قرار الموضوع ده معايا من الاول خالص. لطفي ابو المجد وابنه مشكلته مع الظابط وقوفك معاهم. انا بس اللي بكبر. لطفي ابو المجد اصله ابن حتتي واخويا. الكلام ده كمان بلح. انت لا ليك اخوات ولا وقت الجد يفرق معاك ابوك نفسه. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه كده بس يا باشا؟ يا بني ادم افهم. هو اللي ليه في الاخوة والصحوبية والكلام ده يشتغل معانا الشغلانة دي؟ انت راجل سياسي بالفطره، ربنا لما خلقك حط فيك السر ده. العلاقه ما بينك وما بين لطفي ابو المجد ما تخصنيش في حاجه. هو يمول لك انتخاباتك انت تردها له مصالح، ما تخصنيش. تخبي فلوسك جوه فلوسه ما يفرقش معايا. ابنك يشارك ابنه في الكافيتريات ماليش فيه. أنا بس عايز أنبهك لحاجة يا حمادة، عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. خير يا باشا، حاجة تيجي. حمادة، أنا مشيت معاك في الموضوع ده لأن كان ليا مصلحة، ومصلحتي اتقضت. وعايزك تتعلم تعمل نفس الحاجة، وتبقى جاهز. وحشتني. يعني مش فاهم برضه أبقى جاهز ليه بالظبط؟ لطفي أم المجد يا حماد مش دايم لك. وزير الداخلية مش هينسى لك اللي أنت عملته معاه النهاردة. ومين عارف؟ النهاردة ضحوا بالظابط بتاعهم، يا عالم بكرة يعملوا إيه؟ هو في حد قال سعادتك عليا أي حاجة؟ أنا مش محتاج حد يقول لي حاجة يا حماد. بص يا صاحبي، إحنا في شغلانة مفيش حد مفيش بطحة على راسه. ما تتغشمش وتخليهم يضغطوا لك على البطحة دي. فهمتني؟ ربنا يديم المعروف يا ابني. والله ولاد الأصول بيبانوا في المواقف الصعبة. يا فندم ما تقوليش كده، تسليم ده زي أخويا الكبير، وبعدين ده كان مثلنا الأعلى كلنا وهو معانا في الأمن المركزي. والجميل اللي هو عمله لي ده دين في رقبتي اليوم الدين. ده كفاية إن هو فكر فيا في عز المشاكل اللي هو فيها دي، قرر يعرض نفسه للخطر عشان خاطر يحل لي مشكلتي. إن شاء الله تعيش يا ابني. والله يا حسام، أنا من ساعة ما شفتك في النيابة قلبي اتفتح لك، وحسيت إن أنت زي ابني بالظبط. ربنا يخليك يا طنط. انا اسف طبعا ان انا جاي في ميعاد زي ده وبدون ترتيب، بس انا كنت فعلا عاوز اطمن عليكم واشوف لو محتاجين اي حاجه اعملها لكم. مستوره والحمد لله. ان شاء الله تسلم وتعيش. احنا بس مش ناقصنا غير ان ربنا سبحانه وتعالى يزيح عننا الغمه دي. باذن الله هتتزاح. خلي ثقتكم في الله كبيره. ربنا كبير. يعني انت شايف ان سليم بريء يا حسام بيه؟ انا مش مجرد شايف، انا متاكد. وعلى فكره انا قلت الكلام ده لصلاح بيت توخي، بس ما عجبوش كلامي خالص. غريب، انت اول واحده قبله يقول كده. هنس سلمى ربنا عارفه بالعقل، ما حدش شافه. وانا عاشرت اخوكي وشفته بيعامل الناس ازاي، بيعاملني انا شخصيا ازاي. محدش صدق ان الراجل ابن الناس ده في يوم وليله هيتحول يبقى قتال قتلة ومرتشي. ان شاء الله تسلم يا ابني. يا فندم سليم لو كان مفتري كان بان عليه، ولو كان مرتشي وكان قدامه بدل المره 10 انه يعمل فلوس. طب واشمعنى مفيش حد منكم بيقول الكلام ده غيرك؟ والله افتكر ان محدش فيهم يعرفه زي ما انا عارفه. او ممكن يكون مفيش حد فيهم حقاني زيك، ولا ايه؟ يا فندم الدنيا فيها وفيها، بس انا متاكد ان الحق هيظهر،
وكل اللي ظلم سليم هيندم في يوم من الايام. انا مش هعطلكوا اكتر من كده. انا عاوز ادي لحضرتك رقم تليفوني عشان لو احتجتوا اي حاجه في اي وقت تكلموني. طبعا يا اتفضل. كلام خلص المرة اللي فاتت وتشد عليه بلاستر يا زميلتي. جرى ايه يالا؟ أنا سبتك المرة اللي فاتت وقلت ده كلام صوت لما يفوق أكلمه، أرجع عليك بتهري نفس الهاري. مش حمادة تايسون اللي يهري أي هاري ويقول أي كلام. يا جدع بطل غشومية أمال، فلوس إيه اللي عايزها من لطفي أبو المجد؟ وبعدين الراجل ماله من الحوار أصلاً. بالظبط اتغش مع الواد مات في إيده، قلنا نلبسها له بالأصول. الكلام ده تروح تقوله لعيل صغير. أنا حق يابا في الليلة دي هيجيني هيجيني. لحسن واللي خلق الخلقه زعلك انت واللي وراك زعل ما يشوفوش بني ادم. قدامك 3 ايام، لا قدامك يومين يا زناتي. ويجيني نص مليون جنيه. يا الا والله العظيم 3 هطلع مصلحتي بمعرفتي وانت مش عارف. هنجيب فلوس منين بس يا تايس؟ يبقى انتوا يابا مش ناويين تدفعوا. عموما اهل الظابط موجودين. واكيد مش هيستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه. يا جدع انت عبيط. هتروح تشهد على نفسك انك شهدت زور؟ طب دي جنايه. لا يا اسطى، لا يا عم الحلو، هروح اقول لهم انكم اكبرتوني على الشهاده دي زي ما اكبرتوه، واديني اتعلمتها منكم يا اسطى. بالسلامه يا عم زينتي يا عم الحلو. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتشتغلوني يا ولاد الهرمان؟ يا حاج اسمعني بقى. بلا حاج بلا سبت. ايه؟ انا قاعد على تل فلوس هغرف واديكوا. وانا مالي بس يا عم الحاج؟ مالك ايه؟ مش انت اللي ملبستها في المصيبه السوداء دي؟ ليه يا حاج لا مؤاخذه؟ هو انا اللي كنت سايب العربيه سكران وخبطت البت الغلبانه سويتها بالاسفلت؟ ولا سيبك من تليح النسوان ده. ابني غلط ما قلناش حاجه. وبدفع لك عشان نلم الموضوع. انما ابن سناء بقى والظابط وحواره ده ما يخصنيش يا حبيبي، ده شغلك انت. ليه يا حاج؟ وانا ابن سناء كنت اعرفه منين لما مؤاخذه عشان اذيه؟ مش كله عشانك وعشان ابنك؟ وانا اللي قلت لك اقتله؟ ولا انا اللي قلت لك دخل معانا الديلر المعفن بتاعك ده؟ يا اخي منك لله. بقى الواد ده اللي كان بيخاف يعدي في الشارع طول ما انا واقف فيه تخليه يكر عليا بالشكل ده؟ منك لله. واحد الله كده بس يا عم الحاج، خلينا نعرف نفكر احنا كلنا في مركب واحده. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، احنا مش في مركب واحدة. موضوع الظابط ده شيلتك انت، وشهادة تايسون كان عشان ينقذ رقبتك انت، ما يخصنيش لا انا ولا ابني. كلامي ده يا حاج اللي انت سامعه اخويا. وانا كنت اعرف منه هيطمع بالشكل ده يا عم الحاج. انا قلت انه هيستكفي انه يجيب مناخير الظابط الارض وخلاص وتخلص قضيته على كده. برضه ما يخصنيش. طب الفلوس اللي هو عايزها يا حاج؟ ادفع له اخويا من جيبك. انا مالي، انت اللي شبكته معانا. ادفع له منين بس يا حاج؟ ده عايز نص مليون جنيه. نص مليون قرد لما يتنططوا على دماغك انت وهو. انت طلعت له منين؟ صلى على النبي كده بس يا عم الحاج وخلينا نعرف نفكر. الواد ده لو قال عقله واتكلم كلنا نروح في 60 داهيه. انت بتهددني يا دول ايه؟ والله ما قصدي يا عم الحاج ولا بهددك ولا اي حاجه حاشا لله، بس الواد ده لو فتح بقه واتكلم وقال عقله كلنا نروح في 60 داهيه ومستخبي هيبان. يعني انا وانت وتامر وحماد بيه والمتر نشأت نروح في 60 داهيه. هيخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم على بيت اليوم اللي انا شفتكم فيه. يا بني ادم افهم، انت طالب مليون جنيه والجاموسه ده طالب نص مليون جنيه، اجيب لكم منين؟ ربنا يجعله عامر يا عم الحاج. عامر ايه؟ عامر ايه؟ واللي ما يعرفش يقول عدس. وبعدين اضمن منين انا ان الواد ده بعد ما اديله الفلوس اللي هو عايزها دي ما يلفش ويرجع يطلب فلوس تاني؟ في ده عندك حق يا حاج. عمري قلت اعدي عليك واقول لك اللي بيحصل اول باول، ومن هنا لبكره خلينا نقلبها في دماغنا ونتقابل انا وانت وحماد بيه ومتر نشأت ونشوف هنعمل ايه. وبالمره لما مؤاخذه كده تشوف لي قرشين لاحسن القرشين اللي اداهم للمتر نشأت خلصوا. قرشين؟ وما زنقتي؟ وما زنقتي مش من هنا؟ قوم يلا قوم. طب بالاذن انا يا عم الحاج. ده يا افتلمتك. فضلت سعادتك ورا صلاح بيه من بعيد لبعيد كده من غير ما ياخد باله خالص، لحد ما دخل بيته خدت بعضه وجيت على هنا على طول. طب زي الفل. يعني عرفت بيته. من بكره بقى استلمه وهو نازل من البيت. تمام سعادتك. معلش يا حوده، أنا عارف إني معطلك عن شغلك، بس يعني كلها 3 4 أيام كده الدنيا تظبط. أنا خدامك أسلم بيه. إلا صحيح يا أستاذ حوده، مفيش أخبار عن حسن الطبع.
بصراحة أبو خليل مفيش جديد، بس أنا عندي خبر ألماز ليك بصراحة. يعني أنا اتقصت في المنطقة عندك من بعيد لبعيد كده، وعرفت يعني إن مراتك والولاد بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل، حتى أشرف خطيب أختك يعني كان واخد أجازة من الجيش ورجع بالسلامة. الله يطمن قلبك يا أستا حودة. الحمد لله إن أشرف خد أجازة عشان يبقى معاهم ومبقوش لوحدهم. الواد ده أصله ابن حلال قوي وطيب والله يا أستا حودة، واد راجل. ما تقلقش، قلت لك برضه انت هتروح تطمن عليهم بنفسك. وتايسون اخباره ايه؟ هو ده الموضوع يا سليم بيه. قول لي. انا عرفت ان تايسون واعمى الامين زناتي بقالهم كام يوم. اصل سعادتك يعني الامين زناتي بيروح لتايسون في الغرزه اللي بيحشش فيها. ناس بقى من اللي قاعدين معاهم يعني سمعوا كده ان هم اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا على ايه؟ سعادتك محدش يعرف اصل الحكايه. بس اللي انا اقدر اقوله لك يعني ان تايسون بعد ما وصل الامين زناتي بره رجع قعد مع نفس الناس دول وهلفط بالكلام وجاب سيره الامين زناتي وسعادتك في الموضوع. جاب سيرتنا؟ اه سعادتك يعني بيقول زناتي مين ده اللي انا اعمل له حساب؟ اذا كان الضابط اللي بيقرص زناتي انا مسففه التراب ومخليه. كمل كمل ما تخافش. مسففه التراب يعني وملبسه طرحه و خليته يهرب زي العيال في الحارة بصراحة. أنا ملبسني طرحة. حلو الكلام ده. إيه اللي حلو في الكلام ده يعني يا سليم بيه؟ إيه اللي حلو إن عيل صايع زي ده يشتم سعادتك؟ عشان أنفخه. بعدين طالما الاتنين اتخانقوا يبقى في مدخل ندخل لهم منه. حلو سعادتك، بس دي تتعمل إزاي يعني؟ مشغلش أنت دماغك. خليك أنت ورا صلاح. ولما أعرف هعمل إيه هقول له. بطل زن بقى، أجل أي كلام في الشغل لحد ما يجي المكتب. أيوه يا عم، اديني فرصة بس أسلم على الولاد قبل ما يسافروا. طيب سلام، مع السلامة. بقى بذمتك شكلنا كده ما شجعكش إن أنت تيجي معانا؟ والله كان نفسي حبيبتي، بس عندي شغل كتير جدا. أنتوا روحوا استمتعوا بيومكوا عادي جدا، وأنا هحاول أخطف يوم وأجي لكم. مش هيحصل طبعا، هي دي أول مرة. إيه ده إيه ده؟ إيه اللمضة دي؟ إيه اللمضة دي؟ على فكرة وأنا في سنك ما كنتش في لمطة جديد. أنا كنت زي الناس ما. صح يا ست اللواء؟ قول له قول له إنك كنت زي الناس ما. إيه وأنا صغير بس دي يا بابا؟ ما أنت لسه صغير أهو. وبعدين يا بابا يا حبيب قلبي، أنت نسمة وأنت صغير وأنت كبير. أو شفت ربنا رداني بإيه؟ بنت نصابة وولد لمض. دي مش جيناتنا، لا جيناتك ولا جيناتي، دي جينات غادة. آه بقى كده. قلت يا فاطمة خدي بالك من سيادة اللواء، قعديه أكتر وقت ممكن قدام المية. أنا عارف إنك بتحب البحر من زمان، من أيام الأفق. ها؟ عينيا يا صلاح بيه، مش عايز مننا حاجة قبل ما نسافر حضرتك؟ لا يلا عشان تلحقوا تستمتعوا بيومكم، وأنا هلحق أروح الشغل. يلا. جرى يا جماعة، ما تصلوا بينا على النبي. أنتوا هتخلوا الحتة عايز زي ده يوقع بينا ولا إيه؟ قول لهم والنبي يا متر. أنت كمان اللي كان تتكلم. مش ده جلبك يا أبو زلخص؟ لطفي عنده حق يا متر. الموضوع كده هيبهوأ مننا ومش هنعرف ننام. يا حمام بيه، هو في حاجة في مصر ما بتتلمش؟ ده انت سيدي اللي عارفين، بس برضو لازم نلم الموضوع بدري بدري. قلت يا زناتي اللي تشوفه يا متر، وانا من امبارح مش ساكت عمال ادور له على حل. بعد ما دورت عملت ايه يا برم؟ محلول يا حاج، بس لما مؤاخذة هتصرف شوية. لا انت بتحلم، انا مش هصرف اكتر من كده. ومين جاب سيرت اكتر من كده بس يا حاج؟ انت مش تصرف ولا مليم زيادة. انا لما مؤاخذة متفق على 1,000,000 جنيه وصلني 100,000، كملهم لي نص، والنص التاني لما اجيب لك الخبر اللي يطمن قلبك. ويعني هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ سكه ابو زيد كلها مسالك يا باشا، وانا عايز زي تايسون ده اعرف اسكته ازاي. قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله. تمام يا حوده، وقف مراقبه صلاح الطوخ، انا عرفت اللي انا عايز اعرفه. عرفت ايه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجه؟ ايه هيك؟ ما قلت لك عرفت اللي انا عايز اعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك. أنا في مشوار لازم أعمله. المشوار مش سهل، محتاجكوا فيه معايا. ولا يهمك يا باشا، إحنا معاك في أي حاجة. رقبت يا سليم بيه، بس لما أقصد سعادتك يعني المشوار ده فين؟ وديني الغرزة اللي بيقعد فيها حمادة تايسون.